بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هشام أبو حشيش، ننقل لحضراتكم الوصف التفصيلي للمباراة النهائية والختامية للدوري الممتاز المصري في تنس الطاولة بين النادي الأهلي ونادي إنبي. يمثل النادي الأهلي في هذا اللقاء السيد لاشين، شادي مجدي، عمر بدير، علي أشرف غلاب، ويمثل نادي إنبي أحمد نديم، خالد محمد صالح، إسلام حسني سنبل، عبد الرحمن أشرف، محمد حسين. يتكون الجهاز الفني للنادي الأهلي من الكابتن أشرف عبد الفتاح رئيس الجهاز، كابتن أشرف صبحي مدرب للرجال، كابتن محمد صبري مدرب للشباب، ومعهم الخبير الأجنبي الصيني كابتن زانج تشاولينج، المدير الإداري الكابتن أحمد حامد. الجهاز الفني لنادي إنبي الكابتن أيمن زكريا رئيس للجهاز، الكابتن خالد محمد مدرب عام للرجال، والكابتن محمد الشرقاوي مساعد مدرب، والكابتن محمد شبل المدير الإداري. لحظات وتبدأ أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان المباراة الأولى من لقاء الأهلي وإنبي بين السيد لاشين نجم نجوم النادي الأهلي والمنتخب القومي المصري، أسد تنس الطاولة المصرية والعربية والأفريقية. هيلاقي الكابتن أحمد نديم ديمو تنس الطاولة المصرية ممثلا لنادي إنبي، كابتن سيد لاشين صاحب القميص الأحمر لاعب النادي الأهلي، الكابتن سيد لاشين صاحب القميص الأزرق لاعب نادي إنبي. ضربات الإحماء ما قبل بدء المباراة الأولى. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يحكم هذا اللقاء الحكم الدولي إيمان فهمي، ويساعده الحكم الدولي عصام صالح حكم عام الدورة المجمعة الثانية، الحكم الدولي العام محمود عطية، ونائبا له الحكم الدولي المحلي لمياء سعيد. يحضر المباراة من الاتحاد المصري لتنس الطاولة الأستاذ معتز عاشور رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، والسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومن النادي الأهلي الدكتور ياسر نصير مدير النشاط الرياضي لفرع النادي الأهلي بالجزيرة، نائب مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي كابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي. ما زلنا أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان استعدادا لبدء المباراة الأولى والشوط الأول للقاء نادي الأهلي ونادي إنبي في ختام مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2018-2019. حكم اللقاء أجرى القرعة، والآن بنبدأ بضربة الإنسان الأولى للكابتن أحمد نديم من نادي إنبي. ضربات قصيرة ثم هجوم من السيد لاشين، هجوم من السيد لاشين، ولكن يحصد السيد لاشين النقطة الأولى لي لا شيء واحد. أحمد نديم ضربة الإرسال الثانية، شبكة تعاد، أحمد نديم يضع الكرة في الشبكة ويتقدم السيد لاشين بفارق نقطتين 2 لا شيء مع ضربة إرسال السيد لاشين. هجوم من السيد لاشين، يا سلام يا سيد، ضربات لولبية أمامية خفيفة يحصد بها السيد لاشين أسد تنس الطاولة المصرية والعربية والأفريقية نجم نجوم النادي الأهلي النقطة الثالثة ليه، وتقدم 3 لا شيء بفارق 3 نقاط. أحمد نديم يحصد النقطة الأولى ليه، تصبح النتيجة 1-3. ضربات متبادلة قوية يحصد بها السيد لاشين النقطة الرابعة لي 1-4، وضربة إرسال مع أحمد نديم. في منظر وليه الأمر، أنا عايزك في منظر وليه الأمر.
احمد نديم ضربة الارسال. هجوم من احمد نديم، ضربات متبادلة من الباك هاند، وهجوم من السيد لاشين ولكن في الشبكة، يحصد احمد نديم النقطة الثانية لي ويقلص الفارق الى نقطتين ويستخدم حقه القانوني في التنشيف بوصول النقاط الى العدد 6. سيد لاشين ضربة الارسال، متقدم 4-2، صاحب القميص الاحمر لاعب النادي الاهلي، لاعبين ذو خبرة كبيرة في لعبة تنس الطاولة، مهارات عالية جدا. هنشوف مباراة جميلة ان شاء الله بين السيد لاشين واحمد نديم. احمد نديم انتقل من النادي الاهلي الى نادي انبي في صفقة رابحة، ولكن بيلعب النهاردة وهو عنده اصابة. هجوم من السيد لاشين بضربات لولبية امامية قوية في يمين ويسار اللاعب احمد نديم، ولكن احمد نديم يحصد النقطة الثالثة ليه ويقلص الفارق الى نقطتين وتصبح النتيجة 3-5. هجوم من السيد لاشين ورد اجمل من احمد نديم، ضربات متبادلة من خارج الطاولة بطريقة استعراضية. سيد لاشين يضع الكرة خارج الطاولة ويقلص الفارق احمد نديم الى نقطة واحدة، ومعاه ضربة الارسال 4-5. ضربات متبادلة من الباك هاند، يحصد بها احمد نديم النقطة الخامسة لي ويحقق التعادل الاول 5-5. سيد لاشين مع ضربة الارسال، هجوم من سيد لاشين في ضربة لولبية امامية قوية مستقيمة على اقصى يمين اللاعب احمد نديم، يحقق بها النقطة الستة لي ويتقدم بفارق نقطة واحدة 6-5. هجوم من السيد لاشين، ضربات امامية لولبية قوية استعراضية جميلة، ولكن احمد نديم في موقف دفاع قوي صلب يحصد النقطة الستة ليه وتصبح النتيجة 6-6. مجموعهم 12 يقبلوا القسمة على الرقم 6، حق التنشيف والتقاط الانفاس. احمد نديم ضربة ارسال، لاعب نادي انبي صاحب القميص الازرق، نقطة للسيد لاشين، تصبح النتيجة 6-7 لصالح لاعب النادي الاهلي. هجوم من السيد لاشين بضربات لولبية امامية قوية على يسار اللاعب احمد نديم، وقطعة من خارج الطاولة جميلة من السيد لاشين، وهجوم هجوم لاشين وضربات متبادلة جميلة، الرالي طويل، يحصد السيد لاشين هذه النقطة لصالحه وتصبح النتيجة 8-6 بفارق نقطتين للاعب النادي الاهلي السيد لاشين. ضربة ارسال يحصد بها السيد لاشين النقطة التاسعة لي ويتسع الفارق الى 3 نقاط. هجوم من السيد لاشين في اقصى يسار الطاولة، يحصد النقطة العاشرة لي ويبقى قاب قوسين او ادنى من نهاية الشوط الاول. سيد لاشين بيلعب بكل ثقة، 6-10. وهجوم من احمد نديم، ولكن يحصد اللاعب سيد لاشين النقطة 11 والشوط الاول 11-6. الاصابات تلازم فريق نادي انبي منذ فترة، طبعا الفريق اللي بيبقى مستعد من بداية الموسم بذخيرة واسلحة من اللاعبين لمثل هذه المواقف بيكون اكثر جاهزية. النادي الاهلي لديه من الذخيرة والاسلحة بيقدر يدفع بيه الصف الثاني والصف الثالث. مؤخرا لاعب النادي الاهلي الموهوب الكابتن محمود اشرف حلمي، بنهنيه ونهني النادي الاهلي بحصوله على بطولة افريقيا اللي اقيمت في غانا نهائي في الاسبوع الماضي. الف مبروك محمود اشرف حلمي، والف مبروك لوالده الكابتن اشرف حلمي مدير الجهاز الفني للمنتخب القومي المصري، ومعه الكابتن ماجد عاشور الجهاز الفني للمنتخب القومي المصري. اتنين لشيء احمد نديم في الشوط الثاني من المباراة الاولى، ضربات جميلة ما بين اللاعبين، يحصد بها اللاعب سيد لاشين النقطة الاولى لي في الشوط الثاني،
ويخلص الفارق الى نقطة واحدة 2-1. ضبط ارسال مع احمد نديم لاعب نادي انبي. كرة من الباك هاند بثقة زائدة من السيد لاشين تضع خارج الطاولة 1-3. ضربة ارسال مع السيد اللي بيلعب بثقة انا شايفها زيادة عن اللزوم 1-4. ضربات كونتر متبادلة من الباك هاند دورها احمد نديم وحصد النقطة الخامسة ليه، ويتسع الفارق الى 4 نقاط 5-1 مجموعهم 6. الحق في التنشيف والتقاط الانفاس سريعا. عودة للاعبين الى الطاولة. ضربة ارسال مع احمد نديم وهجوم من السيد ولكن خارج الطاولة 6-1 لنادي انبي في الشوط الثاني. هجوم من السيد لاشين بضربات لولبية هجوم من السيد لاشين بضربات باك هاند من خارج الطاولة ولكن 1-7. يزداد او يتسع الفارق الى 6 نقاط ثم يتخلص الى 5 نقاط 2-7. 2 سيد لاشين 7 احمد نديم. ثقة زائدة من السيد يهدر فيها النقاط. النقطة تلو الاخرى لصالح احمد نديم اللي معاه ضربة ارسال 8-2. ضربات فاضية من كونتر الباك هاند يحصد بها احمد نديم النقطة 9 ليه ويتسع الفارق الى 7 نقاط ويتقلص مرة اخرى الى 6 نقاط. النتيجة 3 سيد لاشين 9 احمد نديم. ضربة ارسال قوية من السيد لاشين يحصد بها النقطة 4 ليه ويقلص الفارق الى 5 نقاط. سيد لاشين مع ضربة الارسال بيلعب بكل ثقة ولكن 10 احمد نديم 4 سيد لاشين. شوط لاحمد نديم لاعب نادي انبي 11-4 وتصبح النتيجة في المباراة الاولى 1-1. سيد لاشين معرفش ليه تراجع عن ادائه في الشوط الاول كان نازل مكشر عن انيابه. فاز بالشوط الاول 11-6 ولكن الشوط الثاني لم يكن اداؤه كاداء الشوط الاول. هنشوف الشوط الثالث هل هيستمر السيد لاشين في وتيرة اداؤه في الشوط الثاني ولا هيرجع الى وتيرة اداؤه في الشوط الاول. عودة اعزائي مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان الى الشوط الثالث من المباراة الاولى في لقاء النادي الاهلي ونادي انبي. ضربة ارسال الاولى كانت لي احمد نديم وهجوم من السيد لاشين يحصد بالنقطة الاولى من الشوط الثالث لا شيء واحد. هجوم من السيد لاشين بدأ يكشر انيابه مرة ثانية ويحصل النقطة الثانية لي ويتسع الفارق الى نقطتين وتغيير في ضربة الارسال. سيد لاشين هجوم من السيد هجوم قوي من السيد لاشين ضربات لولبية امامية قوية ولكن اخر كورة في الشبكة يحصد بها اللاعب احمد نديم النقطة الاولى لي وتصبح النتيجة 2-1. هجوم من السيد لاشين هجوم من السيد لاشين بضربة لولبية امامية قوية على يسار اللاعب احمد نديم يحصد بها النقطة الثالثة لي ويصبح الفارق نقطتان 1-3. ضربة ارسال مع احمد نديم هجوم من السيد لاشين من داخل الطاولة ثم من خارج الطاولة ودفاع من احمد نديم يحصد بالنقطة الثانية لي ويخلص الفارق الى نقطة واحدة وتصبح النتيجة 2-3. هجوم من السيد لاشين خارج الطاولة من احمد نديم 4-2 فارق نقطتين لصالح السيد لاشين وتغيير في ضربة الارسال. السيد لاشين 4-2 هجوم من السيد لاشين هجوم من السيد لاشين ولكن خارج الطاولة 4-3.
ضربة ارسال من السيد لاشين وهجوم، ولكن يعود مرة اخرى الى اهدار النقاط بثقة زائدة. وادي كرة جميلة من السيد لاشين في خط مستقيم من اقصى يسار الطاولة من عند السيد لاشين الى اقصى يمين الطاولة لأحمد نديم، يحصد بها النقطة الخامسة لي، وتصبح النتيجة 4 أحمد نديم 5 سيد لاشين. هجوم من السيد لاشين ودفاع من أحمد نديم بكرة لولبية قوية على أقصى يمين اللاعب أحمد نديم، يحصد بها اللاعب سيد لاشين النقطة الستة لي. ضربة إرسال مع السيد لاشين اللي بيهاجم بكل ما أوتي من قوة وبيحاول يعمل نفس الكرة المستقيمة، ولكن المرة دي خارج الطاولة. يتقلص الفارق إلى نقطة واحدة 6-5. هجوم كرة جميلة من السيد لاشين، الكرة المستقيمة من أقصى يسار الطاولة من ناحية اللاعب سيد لاشين إلى أقصى يمينها من ناحية اللاعب أحمد نديم، يحصد بها النقطة السابعة لي، وتصبح النتيجة 7-5 لصالح لاعب النادي الأهلي سيد لاشين. ويطلب نادي إنبي الوقت المستقطع الأول تايم اوت لمدة دقيقة واحدة، يعطي فيها الجهاز الفني التوجيهات التعليمات النصائح الارشادات. بيحاول الجهاز الفني في نادي انبي الا يتسع الفارق، ونزيف النقاط من قبل اللاعب احمد نديم. السيد لاشين انهى الوقت الخاص ب تلقي التعليمات والنصائح والارشادات، واعلن الحكم انتهاء الدقيقه وعوده للاعب احمد نديم اللي معاه ضربه الارسال 5 أحمد نديم 7 سيد لاشين. هجوم من احمد من السيد لاشين يحصد بيه النقطه الثانيه ليه، ويتسع الفارق الى 3 نقاط 8-5 او 5-8، لان احمد هو اللي معاه ضربة الارسال. دائما ننطق ب النقاط الحاصل عليها اللاعب صاحب ضربة الارسال اولا. الان طلب اللاعب احمد نديم زي ما قلت لحضراتكم مصاب، فطلب الجهاز الفني انهاء هذا الشوط لصالح اللاعب سيد لاشين لانه مش قادر انه يكمل لكي لا تزداد الاصابة. هارد لك كابتن احمد نديم، ونتمنى له السلامة والصحة اولا. بكده ينتهي الشوط الاول لصالح النادي الاهلي، ويتقدم النادي الاهلي في هذا اللقاء بواحد لا شيء في المباريات بنتيجة اشواط 3-1 في المباراة الاولى للاعبه السيد لاشين. ونستعد اعزائي مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان للمباراة الثانية في لقاء نادي الاهلي ونادي انبي في ختام الدورة المجمعة الثانية، وختام مسابقة الدوري الممتاز المصري في تنس الطاولة للرجال لمباراة بين اللاعبين شادي مجدي من النادي الأهلي مع خالد جمال من نادي إنبي. شادي مجدي لاعب مميز حصل على ذهبية فردي الناشئين تحت 18 سنة في تونس والعراق عام 2012، وذهبية فرد الشباب تحت 21 سنة في ليجوس 2015. كان بطل لأفريقيا لمرحلة الناشئين 18 سنة، وأصبح من القوام الرئيسي لفريق النادي الأهلي في الرجال. النادي الأهلي ما بيتمش بس بالصف الأول أو الفريق الأول، ولكن دائما أبدا في اهتمام بالصف الثاني والثالث، وده سر نجاح فرق تنس الطاولة في النادي الأهلي وجهازه الفني اللي هم من أبناء النادي الأهلي عادة أبدا. كابتن أشرف عبد الفتاح رئيس الجهاز، والكابتن أشرف صبحي مدرب الرجال، كانوا من اللاعبين
الحاصلين على البطولات الأفريقية والعربية وأبطال مصر في لعبة تنس الطاولة، ومع ذلك استعان النادي الأهلي بخبرات الخبير الأجنبي الصيني زانج تشاولينج اللي كان مدرب للمنتخب القومي المصري، كان مدير الجهاز الفني في وقت سابق، بيتكلم لغة عربية وحافظ اللعيبة المصريين والعرب والأفارقة فترة طويلة أكثر من 8 إلى 10 سنوات في جمهورية مصر العربية. ابتدى في نادي سبورتينج ثم انتقل إلى النادي الأهلي ثم إلى المنتخب القومي المصري ثم عودة مرة أخرى كخبير أجنبي في الجهاز الفني للنادي الأهلي. ضربات الإحماء استعدادا لبدء المباراة الثانية والشوط الأول منها بين اللاعب شادي مجدي وخالد جمال. تنس الطاولة مجلس إدارة نادي إنبي بيوليها اهتمام كبير من رئيس مجلس إدارة النادي المهندس علاء خشب ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ زكريا السيد وأمين الصندوق الأستاذ مصطفى الأمير والسادة أعضاء مجلس الإدارة دكتور محمد غرابة ومهندس شريف أبو الغيط والمهندس أحمد نبيل والمهندس عمرو نجاتي والمهندس مصطفى النادي والمدير التنفيذي الكابتن خالد متولي. أيضا النادي الأهلي مجلس إدارته بيولي لعبة تنس الطاولة كل الاهتمام بقيادة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والأستاذ العمري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والمحاسب خالد الدرندلي أمين الصندوق والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة المحاسب إبراهيم الكفراوي والدكتور مهند مجدي والأستاذ طارق أنديل والدكتورة رانيا علواني والأستاذ محمد الجرحي والأستاذ محمد الضماطي والكابتن جوهر نبيل والأستاذ محمد سراج الدين ومدير عام النشاط الرياضي الكابتن رؤوف عبد القادر. بدأت المباراة الثانية في شوطها الأول والنتيجة 2-2 لصالح لاعب نادي إنبي، والنقطة الثالثة يحصدها لاعب نادي إنبي خالد جمال 3-3 شادي مجدي بيحصد النقطة الأولى لي ويقلص الفارق إلى نقطتين، ودار تغيير في ضربة الإرسال مع خالد جمال لاعب نادي إنبي اللي معاه ضربة الإرسال صاحب القميص الأسود المموه بالأزرق. هجوم من خالد جمال يحصد بالنقطة الرابعة لي ويتسع الفارق إلى 3 نقاط ومعاه ضربة إرسال خالد جمال. هجوم من شادي مجدي بكرة مهرية جميلة من الباك هاند على أقصى يمين اللاعب خالد جمال يحصد بها النقطة الثانية لي ويقلص الفارق إلى نقطتين وتصبح النتيجة 2-4 وضربة الإرسال مع شادي مجدي، ولكن خالد جمال بيستفيد بالحق القانوني في التنشيف ويعود إلى الطاولة 2-4. هجوم من شادي مجدي يحصد بها النقطة الثالثة لي بضربة لولبية أمامية قوية من أقصى يسار الطاولة من ناحية اللاعب شادي مجدي 3-4 يخلص الفارق إلى نقطة واحدة كور قصيرة ثم هجوم من شادي مجدي ولكن خارج الطاولة، تغيير إرسال ونقطة لصالح خالد جمال لاعب نادي إنبي اللي معاه ضربة الإرسال 5-3. ضربات قصيرة وهجوم من شادي مجدي ولكن لا ترد الكرة ردا سليما وتصبح النتيجة 6-3 بفارق 3 نقاط وهجوم من شادي مجدي ورد من خالد جمال، ولكن شادي مجدي يحصد هذه النقطة لصالحه ويقلص الفارق إلى نقطتين ومعاه ضربة الإرسال 4 شادي مجدي 6 خالد جمال. ضربات قصيرة يضعها خالد جمال في الشبكة، طبعا الكرة لما بتطول وتخرج خارج الطاولة بتبقى فرصة للاعب انه يبادر بالهجوم، طول ما الكرة داخل الطاولة بتبقى في صعوبة على اللاعب ان يبادر بالهجوم. شادي مجدي 5-6 معاه ضربة ارسال وهجوم مباغت قوي
بضربة لولبية أمامية قوية من داخل الطاولة للاعب خالد جمال يحصد بها النقطة السابعة ليه، وتصبح النتيجة 7-5 بفارق نقطتين، مجموعهم 12، يقبل القسم على 6. الحق في التنشيف والتقاط الأنفاس للاعب خالد جمال. شادي مجدي مش محتاج التنشيف، جاهز. 7-5 وضربة ارسال مع خالد جمال. هجوم من شادي مجدي بكرة جميلة في اقصى يمين الطاولة من ناحية اللاعب خالد جمال، يحصد بها النقطة الستة ليه ويقلص الفارق الى نقطة واحدة. 7-6 ضربة ارسال مع خالد جمال. كرة جميلة من خالد جمال من اقصى يسار الطاولة من ناحيته الى اقصى يسار الطاولة من الناحية الاخرى للاعب شادي جمال في كرة كروس او مقص، يحصد بها اللاعب خالد جمال النقطة الثامنة ليه ويصبح الفارق نقطتين لصالحه. وضربة ارسال مع شادي مجدي 6-8. كرة قصيرة وهجوم من شادي مجدي على يسار اللاعب خالد جمال، يحصد بها النقطة السابعة ليه ويقلص الفارق الى نقطة واحدة. 7-8 شادي مجدي ضربة ارسال، لاعب النادي الاهلي صاحب القميص الاحمر. كرة قصيرة من مكيرة من اللاعب خالد جمال، لا يستطيع شادي مجدي ان يردها ردا سليما ويحصد بها اللاعب خالد جمال النقطة التاسعة لي في الشوط الاول من المباراة الثانية. اعزائي مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان، هجوم من شادي مجدي ولكن خارج الطاولة، يتسع الفارق الى 3 نقاط لصالح خالد جمال لاعب نادي انبي اللي معاه ضربة الارسال. 10-7 الشوط الاول لصالح خالد جمال، 11-7 في تقدم لنادي انبي في المباراة الثانية من لقاء النادي الاهلي ونادي انبي في ختام الدورة المجمعة الثانية للدوري الممتاز المصري للرجال، وختام مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2018-2019. يشهد اللقاء الأستاذ معتز عاشور رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، والمهندس خالد الصالحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة، والسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد. كما يحضر اللقاء الأستاذ عبد الرحمن السلاوي رئيس الاتحاد السوداني وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي، ومن النادي الأهلي الدكتور ياسر نصير. مدير النشاط الرياضي بفرع النادي الأهلي بالجزيرة ونائب مدير العام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، والسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وعشاق ومحبي لعبة تنس الطاولة في جمهورية مصر العربية. أيضا الأستاذ عادل أبو النصر رئيس شرف الاتحاد المصري لتنس الطاولة والرئيس الأسبق لاتحاد تنس الطاولة. بداية للشوط الثاني من المباراة الثانية أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، بين اللاعب شادي مجدي واللاعب خالد جمال. لا شيء كل هجوم من شادي مجدي ورد اجمل من خالد جمال، يحصد بها خالد النقطة الاولى لي في الشوط الثاني من المباراة الثانية. في نقطة خالد جمال بيقول أنا ليا نقطة، ولكن كان حكم اللقاء لم يعلن بداية المباراة. في كرة دخلت أرض الملعب، الحكم بيوقف المباراة لحين خروج الكرة من أرض الملعب وعودة إلى المباراة.
في شوطها الثاني. لا شيء واحد. مناقشة بين اللاعبين. الحكم مصر. لا شيء واحد. ضربة ارسال مع شادي مجدي لاعب النادي الاهلي صاحب القميص الاحمر. وضربة ارسال قوية يحصد بها اللاعب شادي مجدي النقطة الاولى لي. وتصبح النتيجة 1-1 التعادل. وتغيير في ضربة ارسال لصالح خالد جمال. هجوم من خالد جمال ولكن خارج الطاولة. 1-2. 1 خالد جمال، 2 شادي مجدي. هجوم من شادي مجدي ولكن خارج الطاولة. التعادل 2-2. وتغيير في ضربة الإرسال مع شادي مجدي. هجوم من شادي مجدي ولكن في الشبكة. لم تعبر الكرة العبور السليم. تصبح النتيجة 2-3. وهجوم من شادي مجدي بضربة لولبية أمامية قوية من يسار الطاولة من ناحية اللاعب شادي مجدي إلى أقصى اليسار من ناحية اللاعب خالد جمال. يحصد بها النقطة الثالثة لي ويحقق التعادل. ضربة إرسال مع خالد جمال لاعب نادي إنبي. بيهاجم خالد جمال ولكن الكرة بتعدي من تحت المضرب. ويحقق اللاعب شادي مجدي النقطة الرابعة لي. تصبح النتيجة 3 خالد جمال، 4 شادي مجدي. هجوم من شادي مجدي بكرة لولبية خلفية قوية من يسار الطاولة إلى يسار اللاعب شادي مجدي، يحقق بها النقطة الرابعة لي ويحقق التعادل. هجوم مباغت من خالد جمال يحصد بها النقطة الخامسة لي. 4-5. ضربة إرسال مع شادي مجدي. وهجوم من شادي مجدي ورد قوي من خالد جمال ولكن في الشبكة. تصبح النتيجة التعادل 5-5. وضربة إرسال مع خالد جمال. كور قصيرة وكرة تخدع اللاعب شادي مجدي. يحقق بها اللاعب خالد جمال النقطة الستة لي. وتصبح النتيجة 6-5. ومعاه ضربة إرسال وهجوم من خالد جمال ولكن خارج الطاولة. التعادل 6-6 وتغيير في ضربة الإرسال. 6-6 المجموع 12. القبول للقسمة على الرقم 6. الحق في التنشيف والتقاط الأنفاس. ضربة إرسال مع شادي مجدي لاعب النادي الأهلي. اللي متقدم في الأشواط 1-0 بحصوله على 11-7 في الشوط الأول. 7-6 وضربة إرسال مع شادي مجدي في الشوط الثاني. هجوم من شادي مجدي وهجوم أقوى من خالد جمال ولكن خارج الطاولة. 6 خالد جمال، 8 شادي مجدي. وضربة إرسال مع خالد جمال لاعب نادي إنبي. هجوم من شادي مجدي ولكن خارج الطاولة. يتقلص الفارق إلى نقطة واحدة. شادي مجدي 7-8 لصالح شادي مجدي. وادي نقطة كمان لشادي مجدي. اصبحت النتيجة 9 شادي، 7 خالد جمال. وضربة ارسال مع شادي لاعب النادي الاهلي. هجوم من شادي ورد من خالد. هجوم من شادي ورد من خالد. ونقطة لشادي. 10-7. 10-7. اذا استطاع اللاعب شادي ان يحصد هذه النقطة
هيتقدم في الاشواط 2-0. هنشوف فعلا شادي مجدي يحسب هذا الشوط لصالحه 11-7 لتصبح النتيجة 1-1 في الاشواط. خالد جمال كان اخذ الشوط الاول 11-7. النتيجة 1-1 اعزائي مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان بين اللاعب شادي مجدي لاعب النادي الاهلي واللاعب خالد جمال لاعب نادي انبي في المباراة الثانية. نتيجة في اللقاء 1-0 في المباريات. السيد لاشين كان في المباراة الأولى حصد هذه المباراة لصالح النادي الأهلي، ودلوقتي 1-1 في أشواط المباراة الثانية. هنشوف ونتابع معا أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان حكم اللقاء ينهي الوقت المصرح به بين الأشواط بعد تلقي اللاعبين التوجيهات والنصائح والإرشادات من الأجهزة الفنية. الشوط الثالث ضربة البداية وضربة الإرسال الأولى مع اللاعب خالد جمال لاعب نادي إنبي. هجوم من شادي ولكن خارج الطاولة، يحصد بها اللاعب خالد جمال النقطة الأولى ليه، وضربة إرسال يخفق فيها اللاعب خالد جمال ويهدي نقطة إلى اللاعب شادي مجدي، وتصبح النتيجة التعادل 1-1. ضرب الإرسال مع شادي مجدي لاعب النادي الأهلي صاحب القميص الأحمر، وهجوم من شادي بضربة لولبية أمامية قوية على أقصى يمين اللاعب خالد جمال يحصد بها النقطة الثانية ليه، وتصبح النتيجة 2-1 لصالح شادي مجدي اللي معاها ضربة الإرسال. وضربة إرسال يحصد بها اللاعب شادي مجدي النقطة الثالثة ليه. ضربة الإرسال مهارة من مهارات تنس الطاولة، يستطيع اللاعب بها أن يحصد النقاط النقطة تلو الأخرى 1-3. وضربة إرسال مع خالد جمال لاعب نادي إنبي يحصد بها أيضا النقطة الثانية لي ويقلص الفارق إلى نقطة واحدة. كور قصيرة ثم هجوم من شادي مجدي على أقصى يسار الطاولة، يتدور لها ويلف لها خالد جمال في أقصى يسار الطاولة من حيث، ولكن لا يستطيع أن يرد الكرة ردا سليما، ويصبح الفارق نقطتين لصالح اللاعب شادي مجدي لاعب النادي الاهلي اللي هيلعب ضربة الارسال. 4-2 لصالحه في الشوط الثالث، والنتيجة تعادل 1-1 في الاشواط. هجوم من شادي مجدي في منتصف الطاولة في جسم اللاعب خالد جمال يحصد بها النقطة الخامسة ويتسع الفارق الى 3 نقاط. شادي مجدي مع ضربة الارسال 5-2. كرة قصيرة ثم هجوم ولكن خارج الطاولة من شادي مجدي، يحصد بها اللاعب خالد جمال النقطة الثالثة ليه ويتقلص الفارق إلى نقطتين 3-5. وضربة إرسال مع خالد جمال قوة قصيرة ثم هجوم من خارج الطاولة من خالد جمال ورد أجمل من شادي مجدي بضربة باك هاند ساحقة على أقصى يمين اللاعب خالد جمال يحصد بها النقطة الستة ليه، ويوسع شادي مجدي الفارق الى 3 نقاط. 3 خالد جمال 6 شادي مجدي. هجوم من شادي مجدي، الكرة تعمل تاتش في حافة الطاولة ويحصد بها النقطة السابعة لي، ويتسع الفارق الى 4 نقاط ومع ضربة الإرسال شادي مجدي لاعب النادي الاهلي 7-3. شبكة تعاد، ضربة إرسال من الباك هاند وهجوم
من الباك هاند ايضا من اللاعب خالد جمال ولكن خارج الطاولة، يحصد بها اللاعب شادي مجدي النقطة الثامنة ليه، ويتسع الفارق الى 5 نقاط 8-3. لصالح اللاعب شادي مجدي لاعب النادي الاهلي. هجوم من شادي، هجوم من شادي ولكن خارج الطاولة، يحصد بهذه النقطة اللاعب خالد جمال النقطة الرابعة لي في الشوط الثالث. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وتصبح النتيجة 4-8، فارق 4 نقاط لصالح اللاعب شادي مجدي لاعب النادي الأهلي. خالد جمال مع ضربة الإرسال لاعب نادي إنبي. ضربة من الباك هاند جميلة من اللاعب شادي مجدي في اقصى يمين اللاعب خالد جمال، ما يقدرش يحصلها ويتفرج عليها وهي بتعدي، يحصد بها اللاعب شادي مجدي النقطة التاسعة ليه، ويتسع الفارق الى 5 نقاط وتصبح النتيجة 4-9. هجوم من شادي من اقصى يمين الطاولة الى اقصى يسار اللاعب خالد جمال، يحصد بها النقطة العاشرة ليه وتصبح النتيجة 10-4. هجوم من شادي مجدي ينهي بها الشوط الثالث 11-4، ويتقدم في الاشواط 2-1 في المباراة الثانية من لقاء النادي الاهلي ونادي انبي. اعزائي مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان، موسم طويل، موسم الرياضي في الاتحاد المصري لتنس الطاولة بيبتدي في الاول من شهر يونيو، الاول من شهر يوليو، وينتهي في 30 يونيو من العام 2019. هذا اللقاء هو ختام لمسابقة الدوري الممتاز المصري في تنس الطاولة لعموم الرجال. النادي الأهلي قاب قوسين أو أدنى من حصوله على لقب ودرع الدوري الممتاز للموسم 2018-2019. ضربة البداية وضربة الإرسال الأولى مع شادي مجدي للشوط الرابع، وتقدم لخالد جمال لاعب نادي إنبي لا شيء واحد. هجوم من خالد جمال، ضربات لولبية أمامية قوية في أقصى يمين وأقصى يسار الطاولة للاعب شادي مجدي، يحصد بها اللاعب خالد جمال النقطة الثانية ليه، ويتقدم 2-2 ومعاه ضربة الإرسال. بداية قوية من اللاعب خالد جمال لاعب نادي انبي، ضربات قصيرة وهجوم من خالد جمال، يضعها اللاعب شادي مجدي خارج الطاولة، ويتقدم خالد جمال بفارق 3 نقاط 3-0 ومعاه ضربة الإرسال الميزة النسبية. يا سلام يا شادي، شافه واقف في أقصى يسار الطاولة اللاعب خالد جمال، أعطى له الكرة في أقصى اليمين، لم يستطيع اللاعب خالد جمال رد الكرة ردا سليما، وحصد شادي مجدي النقطة الأولى ليه في الشوط الرابع وتصبح نتيجة 1-3. هجوم من خالد جمال وهجوم أقوى من اللاعب شادي مجدي، يحصد بها النقطة الثانية ليه ويخلص الفارق إلى نقطة واحدة بعد ما كان الفارق 3 نقاط 2-3. وضربة إرسال مع شادي مجدي لاعب النادي الأهلي، هجوم من خالد جمال يحصد بيه النقطة الرابعة ليه ويخلي الفارق نقطتين 4-2، وتغيير في ضربة الإرسال. مجموع النقاط 6، الحق في التنشيف والتقاط الأنفاس. 4-2 وضربة إرسال مع خالد جمال لاعب نادي إنبي، كرة قصيرة وهجوم
يتصيد الهجوم الان شادي مجدي اللي بيحصد النقطة الثالثة ليه بضربة ساحقة على اقصى يسار اللاعب خالد جمال. تصبح النتيجة 4-3، 4 خالد جمال 3 شادي مجدي. خالد جمال مع ضربة الارسال، كور قصيرة وهجوم من شادي مجدي يحصد به النقطة الرابعة ليه ويحقق التعادل 4-4. وتغيير في ضربة الارسال مع شادي مجدي، هجوم من شادي مجدي يحقق به النقطة الخامسة ليه. إذا استطاع شادي مجدي أن يحصد هذا الشوط لصالحه ينهي المباراة لصالحه 3-1، أما إذا استطاع اللاعب خالد جمال أن يحقق هذا الشوط هتصبح النتيجة 2-2 ونحتكم إلى مباراة فاصلة وحاسمة أو شوط فاصل وحاسم لهذه المباراة. وقت مستقطع طلبه النادي الأهلي لإعطاء التعليمات والنصائح والإرشادات من الجهاز الفني، كابتن أشرف عبد الفتاح والكابتن أشرف صبحي والخبير الأجنبي زانج تشاولينج وأيضا اللاعب المخضرم سيد لاشين يساعد الجهاز الفني في إعطاء التعليمات والنصائح والإرشادات. قانون تنس الطاولة بيسمح، كابتن سيد لاشين لاعب مخضرم عنده خبرة كبيرة. انتهى الوقت المستقطع طبقا لإعلان حكم اللقاء الكابتن عصام صالح الحكم الدولي من الحكام المحترمين في الاتحاد المصري لتنس الطاولة، عائد من دولة الإمارات بعد غربة طويلة. شادي مجدي ضربة إرسال، شادي مجدي بيلوم نفسه، 5-5 التعادل. وتغيير في ضربة الإرسال للاعب خالد جمال لاعب نادي إنبي، ضربات قصيرة ولكن خارج الطاولة، 5 خالد جمال 6 شادي مجدي. بيمسح العرق بيطلب من الحكم ان الكورة عايز يغيرها، حقه الحكم بيديله كرة تانية. 5-6 هجوم من خالد جمال يحصد به النقطة الستة ليه بضربة لولبية أمامية قوية على يمين اللاعب شادي جمال شادي مجدي لا يستطيع أن يردها ردا سليما. وتغيير في ضربة الإرسال، 6-6 المجموع 12، قبول القسمة على 6، الحق في التنشيف والتقاط الأنفاس وترتيب الأوراق وإعادة الحسابات. 6-6 وضربة إرسال مع شادي مجدي لاعب النادي الأهلي صاحب القميص الأحمر، ضربة إرسال من الباك هاند على الفور هاند للاعب خالد جمال، بيحاول شادي مجدي أنه يهاجم من خارج الطاولة ولكن كانت كرة قصيرة يحصد بها اللاعب خالد جمال النقطة السابعة ليه وتصبح النتيجة 6-7. هجوم من خالد جمال بضربة مستقيمة من أقصى يسار الطاولة من ناحيته إلى أقصى يمين الطاولة من اللاعب شادي مجدي يحقق بها النقطة الثامنة ليه وتصبح النتيجة فارق نقطتين لصالح اللاعب خالد جمال 8-6 ومعاه ضربة الإرسال. الميزة النسبية، آدي شادي مجدي بيحاول إنه يهاجم ولكن غير راضي عن أدائه شادي مجدي. 9-6 فارق 3 نقاط لصالح اللاعب خالد جمال لاعب نادي إنبي اللي معاه ضربة الإرسال. هجوم من شادي مجدي ولكن خارج الطاولة. النقطة العاشرة لصالح اللاعب خالد جمال اللي يبدو انه يحقق التعادل في هذه المباراة. هنشوف 6-10 ضربة ارسال مع شادي وهجوم من خالد وخارج الطاولة من شادي. 11-6 للاعب خالد جمال وتصبح النتيجة 2-2 في الأشواط في المباراة الثانية من لقاء نادي الأهلي ونادي إنبي. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، في ختام
مسابقة الدوري الممتاز في تنس الطاولة للرجال بجمهورية مصر العربية والتي ينظمها الاتحاد المصري لتنس الطاولة بقيادة الأستاذ معتز عاشور رئيس مجلس إدارة الاتحاد اللي حرص على إقامة هذه الدورة بالصالة المغطاة لنادي مدينة نصر بالقاهرة. هذا الموسم شهد العديد من البطولات والفعاليات، حرص اتحاد تنس الطاولة على إقامتها في العديد من الأماكن سواء داخل محافظة القاهرة أو خارجها، وده بيساعد في نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها في كل القطاعات لكل المستويات لكلا الجنسين، حق مكتسب بينشر به الاتحاد المصري تنس الطاولة اللعبة. الدورة المجمعة الأولى كانت في الصالة المغطاة لنادي هيئة قناة السويس في الإسماعيلية، كأس مصر كان في الصالة المغطاة لنادي الصيد بستة أكتوبر، آخر بطولة كانت في بطولة فردية كانت في محافظة بني سويف. بينوع الاتحاد المصري من إقامة بطولاته في محافظات مصر المختلفة في أرجاء المعمورة لنشر اللعبة زي ما قلنا، وبننتهز الفرصة لنهنئ الاتحاد المصري لتنس الطاولة بالحصول على درع البطولة الأفريقية للناشئين اللي كانت مقامة في غانا. قوام اللاعبين للمنتخب القومي المصري القوام الأكبر من لاعبي النادي الأهلي. تقدم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان للاعب النادي الأهلي شادي مجدي، 2-0 في الشوط الفاصل والحاسم، الشوط الخامس من المباراة الثانية للقاء نادي الأهلي ونادي إنبي، وتقدم أهلاوي شادي مجدي 3-0 بفارق 3 نقاط، بداية قوية في الشوط الفاصل والحاسم وهجوم من خالد جمال ولكن خارج منطقة اللعب المخصصة لارتطام الكرة بعبورها الشبكة. لا شيء 4 خالد جمال ضربة إرسال، وآدي نقطة 5 يتسع بها الفارق إلى 5 نقاط. لا شيء خالد جمال 5 شادي مجدي. طالما ده شوط فاصل وحاسم يبقى في تغيير في المكان وضربة الإرسال، هكذا قانون تنس الطاولة أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. شادي مجدي خالد جمال مع ضربة الإرسال، وآدي نقطة كمان يتسع بها الفارق إلى 6 نقاط، وضربة إرسال مع شادي مجدي اللي بيعلن مبكرا فوزه بهذه المباراة إذا استطاع أنه يستمر في وتيرة الحصول على النقاط. هنشوف 6-0 بيهاجم خالد جمال ويحصد نقطة ويقلص الفارق إلى 5 نقاط. شادي مجدي 6-1 ومعاه ضربة إرسال، هجوم من شادي مجدي، هجوم من شادي مجدي، ضربات قوية يرجعها خالد جمال من خارج الطاولة. شادي مجدي في اليمين وفي اليسار وضربة ساحقة يحقق بها النقطة 7 دي ويخلي الفارق مرة أخرى 6 نقاط 7-1. وبيستعد اللاعب إسلام سنبل بالإحماء للمباراة الثالثة، وأيضا اللاعب عمر بدير من النادي الأهلي. الفارق 5 نقاط، ضربة إرسال مع خالد جمال اللي معاه نقطتين و7 نقاط لصالح اللاعب شادي مجدي لاعب النادي الأهلي، وآدي نقطة كمان لخالد جمال يخلص بها الفارق إلى 4 نقاط، وتصبح النتيجة 7 شادي مجدي لاعب النادي الأهلي، 3 خالد جمال لاعب نادي إنبي. أنا بقول الفرصة الأكبر لشادي
مجدي في الحصول على هذا الشوط وهذه المباراة. وادي نقطة كمان يتسع بها الفارق الى 5 نقاط، 8-3، وضربة ارسال مع شادي مجدي. خالد جمال بيحاول ولكن دون جدوى. النقطة 9 لشادي مجدي يحقق بها نتيجة 9-3 لصالحه، وفارق في النقاط 6، ومجموع النقاط 12، تقبل القسمة ايضا على 6. الحق في التنشيف والتقاط الانفاس وعودة. هجوم من خالد جمال ولكن خارج الطاولة. 13 ماتش بوينت. خالد جمال اللي اعتقد انه في يأس ولكن الحظ يسعفه بنقطة تاتش، ارتطام بحافة الطاولة من ناحية اللاعب شادي مجدي. 10-4 وضربة ارسال مع شادي. هجوم من شادي مجدي، هجوم من شادي مجدي ينهي به هذه النقطة وهذا الشوط والمباراة الثالثة. 11-4 وتصبح نتيجة اللقاء 2-1 لصالح نادي الأهلي. والمباراة الثالثة بين عمر بدير لاعب النادي الأهلي وإسلام سنبل لاعب نادي إنبي. لقاء بين الخبرة والشباب. الخبرة ممثلة في إسلام حسني سنبل ابن البطل المصري في تنس الطاولة الأسبق كابتن حسني سنبل. اسلام سنبل وحسن وشادي سنبل ابناء للكابتن حسن سنبل، كلهم لاعبين تنس طاولة. اسلام سنبل وشادي سنبل. ثلاث لاعبين اسلام ووسام وشادي سنبل ابناء الكابتن حسن سنبل، كلهم لاعبة تنس طاولة. تنس الطاولة تتسم بانها اسرة لتنس الطاولة. كابتن حسني سنبل وحرمه كابتن منال عنايد وابنائه الثلاثة اسلام ووسام وشادي. لعبة تنس الطاولة بتتميز بانها اسرية، لازم في كل اسره هتلاقي يا اتنين اخوات، يا اب وام، يا اب وابن، يا اب وبنت، يا بنت وابن، اي حد من الاتنين او الثلاثه بيلعبهم تنس طاوله. كابتن طارق زكي رئيس لجنة الملاعب بيستعد لمراسم تتويج الفائزين عقب الانتهاء من هذا اللقاء. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مراسم تتويج الفائزين في مسابقة الدوري الممتاز للرجال للموسم 2018-2019. ضربات الإحماء ما قبل بدء المباراة لكلا اللاعبين اللي بيتميزوا بالطول، ولكن الفارق كبير في السن. خبرة ممثلة في اللاعب إسلام حسني سنبل، والشباب ممثل في اللاعب عمر أحمد بدير. النادي الأهلي تميز في مسابقة الدوري الممتاز 2018-2019 بالدفع بالصف الثاني والثالث من اللاعبين لاكتساب الخبرة والثقة، ونجح في ظهور العديد من اللاعبين على مقاعد الصف الأول
في فريق الرجال لتنس الطاولة. ده الموسم الحادي عشر اللي بيحتفظ به النادي الاهلي بدرع الدوري الممتاز لتنس الطاولة للرجال. ما شاء الله نمسك الخشب، وده نتيجة مجهود كبير واهتمام اكبر من مجلس ادارة النادي وادارة النشاط الرياضي وخبرة وحنكة الجهاز او الاجهزة الفنية للنادي الاهلي اللي تعاقبت عليه. واحد لا شيء تقدم للاعب عمر بدير في المباراة الثالثة والشوط الاول منها، ونقطة تانية يتقدم بها عمر بدير وتصبح النتيجة لا شيء اثنين، وضربة ارسال مع اسلام حسني سنبل لاعب نادي انبي، وهجوم من عمر بدير اللي نازل مكشر على انيابه يحصد به النقطة الثالثة ويصبح الفارق ثلاث نقاط لا شيء ثلاثة. ضربة ارسال مع اسلام حسني سنبل، ونقطة رابعة عمر بدير نازل من البداية بيقول انا الشباب، ونقطة اولى للاعب اسلام حسني سنبل يخلص بها الفارق الى ثلاث نقاط وتصبح النتيجة 4-1. ضربة ارسال مع عمر بدير لاعب النادي الاهلي صاحب القميص الاحمر. هجوم من عمر بدير بضربة لولبية امامية قوية من اقصى يمين الطاولة الى اقصى يمين الطاولة من الناحية الخاصة باللاعب اسلام حسني سنبل، يحصد بها اللاعب عمر بدير النقطة الخامسة لي، وتصبح النتيجة 1-5 بفارق 4 نقاط. تقدم اهلاوي وهجوم من اسلام خارج الطاولة من عمر. 2-5 يتقلص الفارق الى 3 نقاط. اسلام حسني سنبل ضربة ارسال في ورا الشبكة، ولكن عمر بدير طويل يمد ايده ويديله كرة لولبية قوية ماكرة فيها موزة يحصد بها النقطة الستة لي، وتصبح النتيجة 6-2 7-2 فارق 5 نقاط. وضربة ارسال مع عمر بدير لاعب النادي الاهلي، وهجوم من عمر بدير يحصد به النقطة التامنة لي ويصبح الفارق الى 6 نقاط 2-8. كرة استعراضية من عمر بدير من خارج الطاولة، يا سلام يا عمر يا سلام يا عمر من خارج الطاولة، يلعب كرة بالباك هاند ساحقة يحصد بها النقطة التاسعة لي ويتسع الفارق إلى 7 نقاط. ضربة إرسال مع إسلام حسني سنبل اللي المحقق نقطتين 2-9 3-9 أو 9-3. دايما نقول إن اللاعب اللي معاه ضربة الإرسال بننطق سكوره في البداية أو في الأول، ثم اللاعب المستقبل أدي عمر بدير يبقى 9 والمستقبل إسلام يبقى 3، يبقى 9-3 9-4. فارق كبير 5 نقاط. عمر بدير ضربة إرسال من الباك هاند وهجوم من إسلام ثم هجوم في الشبكة، النتيجة 4 لضارب الإرسال إسلام حسني سنبل، 10 للمتلقي أو المستقبل عمر بدير، 14 في الشوط الأول من المباراة الثالثة لصالح اللاعب عمر بدير 11-4. تلقي التعليمات التوجيهات النصائح الإرشادات من الجهاز الفني للنادي الأهلي للاعب عمر بدير، أكيد بيقولوا له طبعا زي ما أنت ماشي متقدم استمر، مع طبعا اللمسات الفنية والتوجيهات الفنية في أداء الشوط، يبتدي ازاي، ضربات الارسال تكون فين، بعد طبعا ما شافوا الشوط الاول وحددوا نقاط القوة والضعف للاعب المنافس اسلام حسني سنبل لاعب نادي انبي.
بداية الشوط الثاني. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ضربة الإرسال الأولى في الشوط الثاني للاعب إسلام حسني سنبل، يحصد بها اللاعب عمر بدير النقطة الأولى لي. لاعب مميز بيلعب بإيده اليسرى، ودي بتبقى ميزة في لعب التنس الطاولة فضلا عن أنه لاعب طويل. لعب التنس الطاولة تحتاج إلى السرعة، المرونة، القوة، من المهارات الأساسية في لعب التنس الطاولة. النتيجة أعزائي مشاهدي قناة الأهلي 1-2، والتعادل الآن 2-2، وضربة إرسال مع اللاعب إسلام حسني سنبل لاعب نادي إنبي اللي بيحاول إن الفارق ما يتسعش زي الشوط الأول. هنشوف 2-3، ضربات قصيرة وهجوم بضربة لولبية خلفية قوية من اللاعب عمر بدير، يحصد بها النقطة الرابعة لي ويصبح فارق النقاط 2-4-2. وضربة إرسال مع عمر بدير اللي بيرفع الكرة لفوق ثم يضعها في الشبكة 4-3. ضربة إرسال من الباك هاند لعمر وهجوم من عمر على أقصى يمين اللاعب إسلام حسني سنبل، ولكن خارج الطاولة. يحقق بها اللاعب إسلام سنبل النقطة الرابعة لي والتعادل. ضربة إرسال مع إسلام، كرة قصيرة ثم هجوم من عمر وخارج الطاولة من إسلام، ونقطة لصالح عمر بدير 4-5. عمر بدير بيهاجم وإسلام سنبل بيرد، ولكن خارج الطاولة من إسلام. تقدم للاعب النادي الأهلي عمر بدير 6-4. هجوم من عمر بدير يحصد بيه النقطة السابعة لي، وتصبح النتيجة 7-4 بفارق 3 نقاط. وضربة إرسال مع عمر بدير ميزة نسبية، هنشوف هيستفيد بيها ولا لا. ضربة إرسال سريعة على أقصى يسار اللاعب إسلام سمسو اللي بيهاجم، إسلام بيهاجم بضربات ساحقة على يمين ويسار الطاولة، يحصد بها النقطة الخامسة لي ويقلص الفارق إلى 2، وتصبح النتيجة 5-7، المجموع 12، قبول القسمة على 6، الحق في التنشيف والتقاط الأنفاس. عمر راح جاب الكورة من بره الطاولة ورجع ينشف ويعاود اللعب إسلام حسني سنبل ضربة إرسال. هجوم من إسلام ورد من عمر بدير ولكن خارج الطاولة، يتخلص الفارق إلى 1، وضربة إرسال مع إسلام 6-7. هجوم من إسلام ولكن الكرة تعدي من تحت المضرب، ونقطة لصالح عمر بدير اللي معاه ضربة الإرسال 8-6. هجوم من عمر بدير ورد من إسلام في الشبكة 9-6، أصبح الفارق 3 نقاط. وضربة إرسال مع عمر بدير وهجوم بضربة ساحقة من اللاعب إسلام حسني سنبل اللي شاف إن الكرة ارتفعت فأنهاها لصالحه وحصد النقطة السابعة لي وقلص الفارق إلى 2، وأصبحت النتيجة 7-9 ومعها ضربة إرسال. هجوم من إسلام وهجوم أقوى من اللاعب عمر بدير بضربة لولبية أمامية قوية على أقصى يسار أو أقصى يمين اللاعب إسلام حسني سنبل من أقصى يساره 17. وحكم اللقاء يقف يعلن إيقاف النقطة عشان في كرة من الملعب المجاور داخل أرض الملعب 17. ضربة إرسال مع إسلام، ضربات قصيرة وهجوم من عمر بدير يحقق بيه النقطة 11 ونقطة الشوط الأول 11-7 لصالح اللاعب عمر بدير. الشوط الثاني 11-7، الأول
كان 11-4 لصالح اللاعب عمر بدير. يبقى كده نتيجة المباراة 2-2 لصالح اللاعب عمر بدير لاعب النادي الأهلي. لابد أن يحصد أي من الفريقين المباراة الرابعة قبل الفريق المنافس للفوز باللقاء. المباراة اللي بعد كده هتكون بين اللاعب الصاعد الواعد علي غلاب لاعب النادي الأهلي مع لاعب نادي إنبي عبد الرحمن أشرف. يهيأ لي أن اللاعب عمر بدير هينهي الشوط الثالث لصالحه وينهي المباراة. ابتدأ الشوط الثالث بتقدم للاعب إسلام حسني سنبل لا شيء واحد. ضربة إرسال مع عمر بدير 1-1 التعادل وضربة إرسال مع إسلام سنبل. نقطة إلى اللاعب إسلام سنبل 2-1 ومع ضربة الإرسال وهجوم من عمر بدير ولكن خارج الطاولة وتقدم لإسلام سنبل للمرة الأولى في الشوط الثالث بفارق نقطتين 1-3 وضربة إرسال مع عمر بدير وهجوم من عمر بدير وضربة ساحقة من إسلام سنبل ولكن خارج الطاولة. يقلص بها اللاعب عمر بدير الفارق إلى نقطة واحدة 2-3. هجوم من عمر بدير وخارج الطاولة من إسلام سنبل. التعادل 3-3 وتغيير في ضربة الإرسال. مجموع النقاط 6. الفرصة للتنشيف والتقاط الأنفاس والعودة مرة أخرى أعزائي مشاهدي قناة الأهلي لطاولة اللعب. 3-3 التعادل وضربة إرسال مع إسلام سنبل. شبكة تعاد. لابد أن تعبر الكرة من خلال ضربة الإرسال من غير ما تلمس الشبكة ولكن يسمح بلمس الشبكة أثناء الرالي أو أثناء استمرار الكرة في اللعب. دي ما فيهاش مشكلة. هجوم من عمر بدير ضربات لولبية قوية من الفورهاند والباكهاند ولكن خارج الطاولة وتقدم لإسلام سنبل 4-3 ومعاه الميزة النسبية ضربة الإرسال. هجوم من إسلام وهجوم أقوى من عمر بدير. عمر بدير ضربات في أقصى اليسار وأقصى اليمين يحقق بها النقطة الرابعة لي ويحقق التعادل 4-4. عمر بدير مع ضربة الإرسال لاعب النادي الأهلي ويحط الكرة كده في الشبكة من هجوم خفيف من إسلام سنبل. تصبح النتيجة 4-5 لصالح إسلام. ضربة إرسال من الباك هاند للاعب عمر بدير وإخفاق في ضرب الكرة. يتقدم إسلام حسني سنبل بفارق نقطتين 6-4 ومعاه الميزة النسبية ضربة الإرسال. ضربة إرسال قصيرة وهجوم من إسلام. هجوم من إسلام بالباك هاند وضربة ساحقة يحصد بها النقطة 7 لي ويتسع الفارق إلى 3 نقاط لصالح إسلام سنبل 7-4 ومعاه الميزة النسبية ضربة الإرسال اللي يستطيع بها اللاعب الحصول على النقاط. يضع إسلام حسني سنبل الكرة خارج الطاولة ويتقلص الفارق إلى نقطتين وتصبح النتيجة 5 عمر بدير 7 إسلام حسني سنبل. عمر بدير ضربة إرسال من الباك هاند وهجوم من الفورهاند بيحاول انه يهاجم اسلام ولكن في الشبكة. يتقلص الفارق الى نقطة واحدة 6-7. عمر بدير ضربة ارسال هجوم من عمر بضربة لولبية امامية قوية من اقصى يمين الطاولة الى اقصى يمين الطاولة من ناحية اللاعب اسلام حسني سنبل يحقق بها النقطة 7 لي والتعادل 7-7 وتغيير في ضربة ارسال لصالح اللاعب اسلام حسني سنبل. هجوم من اسلام بضربات قوية يحصد بها النقطة الثامنة لي والتفوق بنقطة واحدة 8-7 ومعاه الميزة النسبية ضربة الإرسال. طبعا ضربة الإرسال ميزة نسبية ليه؟
لان اللاعب يستطيع انه يلعب ضربة ارسال ورا الشبكة قصيرة، فاللاعب المنافس بيردها بتبقى طويلة للاعب صاحب ضربة ارسال، بيستطيع ان يبادر بالهجوم من خلالها، ويحقق اللاعب اسلام حسني سنبل النقطة العشرة ليه، والتفوق بفارق 3 نقاط 17. هجوم من عمر بدير، وتحف الكرة حافة الشبكة او تلمس حافة الشبكة وتغير من اتجاهها، ويحصد بها اللاعب عمر بدير النقطة الثامنة ليه، ويقلص الفارق الى 2 نقطة 10-8 10-8 وضربة ارسال مع اسلام حسني سنبل، وهجوم من اسلام، ولكن الكرة تعدي من تحت مضربه ويتقلص الفارق الى 1. كان عنده ميزة، ولكن هنشوف هل هيحصد هذا الشوط لصالحه وتصبح النتيجة 2-1، ولا عمر بدير هيقدر ان هو يحقق شوز. فعلا عمر بدير يحقق الشوز الاول، والتعادل 10-10 في الشوط الثالث، ويبقى معاه الميزة النسبية، ضربة الارسال اللي بيلعبها من البكان، ثم هجوم، ثم نقطة لصالح عمر بدير، النقطة الأولى في الشوز الأول، لا شيء. 10-11 إسلام بيهاجم، وعمر بيرد الهجوم بهجوم أقوى، يحصد الشوط لصالحه 12-10، وينهي المباراة 3-0 لصالح اللاعب عمر بدير، وتصبح النتيجة 3-0 لصالح فريق النادي الأهلي المتقدم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، السيد لاشين حقق المباراة الأولى بعد فوزه على أحمد نديم 3-0 3-1، ثم شادي مجدي فاز بنتيجة 3-2، ثم عمر بدير يفوز بنتيجة 3-0. ويتقدم النادي الأهلي 3-0 في الأشواط، في انتظار المباراة الرابعة بين اللاعب علي أشرف غلاب واللاعب عبد الرحمن أشرف. لو اللاعب علي غلاب استطاع أن يفوز بهذه المباراة بينتهي اللقاء لصالح النادي الأهلي 4-0، ويفوز بدرع الدوري الممتاز في تنس الطاولة للرجال للموسم 2018-2019. أما إذا استطاع اللاعب عبد الرحمن أشرف لاعب نادي إنبي في الفوز بهذه المباراة، هتبقى النتيجة 3-1، وهنحتكم إلى مباراة الزوجي بين النادي الأهلي ونادي إنبي، لسه الأماني ممكنة، هنشوف إيه اللي ممكن يحصل. ضربات الإحماء الأولى للاعب علي غلاب واللاعب عبد الرحمن أشرف علشان يخدم إحساس الكرة وإحساس المضرب وإحساس الطاولة. اللاعب علي غلاب لاعب النادي الأهلي صاحب القميص الأحمر، اللاعب عبد الرحمن أشرف لاعب نادي إنبي صاحب القميص الأسمر المموه بالأزرق، لاعبين من الشباب الصاعد الواعد اللي بيدفع بيهم الجهاز الفني لكلا الفريقين لاكتساب الخبرة والحنكة وإحساس المباريات الثقيلة. مباريات النهائي عادة أبدا بتكون مباريات فيها ضغط نفسي على اللاعبين. أنا أحب قبل ما ينتهي هذه المباراة وهذا اللقاء أن أوجه خالص الشكر والتقدير لقناة الأهلي لبثها لمباريات الدوري الممتاز في تنس الطاولة. الإعلام من الحاجات المهمة جدا، وخاصة التلفزيون، للمساهمة والمساعدة في نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها، لنسبة المشاهدة العالية لقناة الأهلي في كل مكان. هذه اللعبة الجميلة التي يمكن ممارستها لكافة الأعمار السنية ولكافة المستويات في كل القطاعات لكلا الجنسين،
نستعد الآن لبدء النقطة الأولى من الشوط الأول للمباراة الرابعة، وتقدم أهلاوي للاعب علي غلاب اللي بيعلن عن نفسه لا شيء واحد. 1-1 التعادل، وتغيير في ضربة الإرسال. هجوم من علي غلاب بضربة باكهان، هو أيضا من لاعبي اليد اليسرى، العديد من اللاعبين في النادي الأهلي، تنوع ما بين اللعب باليد اليمنى واليد اليسرى. علي غلاب، عمر بدير، أتذكر ناشئ كمان عندهم زياد وليد الشوة، العديد من اللاعبين أصحاب اللعب باليد اليسرى. بتكون ميزة للاعب تنس الطاولة، مختلف عن قرناءه من اللاعبين. النتيجة الآن التعادل 3-3، وضربة إرسال مع علي غلاب، ونقاط جس النبض. هجوم من علي غلاب بضربات لولبية أمامية قوية من الباك هاند، ولكن يتزحلق كده على خفيف علي غلاب. 4-3 تقدم علي غلاب لاعب النادي الأهلي، و 5-3 3-5. عبد الرحمن يضع الكرة في 3-6، فارق نقاط 3 لصالح اللاعب علي غلاب اللي بيخفق في هذه النقطة، ومعاه ضربة الإرسال، ومتقدم بفارق نقطتين 6-4. عبد الرحمن لسه ضرباته مش مظبوطة، مفيش تركيز، مفيش إتقان في وضع الكرة في المكان المناسب من الطاولة. علي غلاب لاعب طويل بيتحرك بسهولة، عبد الرحمن أيضا لاعب طويل، ولكن علي غلاب يجيبه كده، يرقصه، يجيبه الشمال، أقصى الشمال، ثم يضع الكرة في أقصى اليمين من ناحية اللاعب عبد الرحمن أشرف، يحصد بها النقطة التاسعة ليه، ويتسع الفارق إلى 5 نقاط، وتصبح النتيجة 4 عبد الرحمن لاعب نادي إنبي، 9 علي أشرف على غلاب لاعب النادي الأهلي. هجوم من علي غلاب، ضربة ساحقة يحقق بها النقطة 10 ليه، وتصبح النتيجة 10-4. حداشر أربعة الشوط الأول لصالح اللاعب علي أشرف غلاب لاعب النادي الأهلي اللي متفوق منذ اللحظة الأولى من بداية الشوط والمباراة الرابعة، والفرصة لتلقي التعليمات والنصائح والإرشادات من الأجهزة الفنية. كابتن أيمن زكريا من رئيس الجهاز الفني لنادي إنبي، وكابتن أشرف عبد الفتاح رئيس الجهاز الفني في النادي الأهلي. هدوء وثقة من الجهاز الفني للنادي الأهلي، متقدمين 3-0 في مباريات اللقاء، وقاب قوسين أو أدنى من الحصول على درع الدوري الممتاز للموسم 2018-2019، يستحقهم لكل مجتهد نصيب. علي غلاب ضربة الإرسال الأولى في الشوط الثاني من المباراة الرابعة، وهجوم من علي غلاب يحقق بيه النقطة الأولى لي. أعتقد أن علي حينهي المباراة لصالحه، لأن عبد الرحمن أنا شايف أنه غير جاهز، غير متقن لضرباته. عبد الرحمن نازل يائس مش عارف ليه، وعلي غلاب ضربات قوية، ضربة لولبية أمامية قوية حصد بها النقطة الثالثة لي، ثم يضع ضربة إرسال استقبال لضربة إرسال في الشبكة. 3-1 علي غلاب، وهجوم من عبد الرحمن أشرف خارج الطاولة. 4-1 علي غلاب، يتسع الفارق إلى 3 نقاط، ومعاه ضربة الإرسال وهجوم من عبد الرحمن ولكن خارج الطاولة، وتقدم أهلاوي. 1 عبد الرحمن، 5 علي. هجوم من عبد الرحمن، ضرباته غير متقنة وما فيهاش جدية، ما فيهاش حماس، مع العكس
علي غلاب ضربات قوية ولكن المرة دي خارج الطاولة. 6-2 فارق 4 نقاط وضربة ارسال مع علي. وعلي خرج الكرة او يضع الكرة خارج الطاولة. يتقلص الفارق الى 3 نقاط. 6-3 وضربة ارسال مع علي. وعبد الرحمن يضع له الكرة في المكان البعيد. لا يستطيع علي ان يردها ردا سليما. ويتقلص الفارق الى 2 نقطة. 4 عبد الرحمن 6 علي. كرة قصيرة وهجوم من علي. هجوم من علي بضربة امامية لولبية قوية يحصد بها النقطة 7 لي. 4 عبد الرحمن 7 علي. هجوم من علي. هجوم من علي ولكن في الشبكة بضربات باك هاند سبين. 7-5 وضربة ارسال مع علي. لاعب النادي الاهلي صاحب القميص الاحمر وصاحب النقطة 8. 8-5 تقدم اهلاوي. ستة ثمانية وضربة ارسال مع عبد الرحمن لاعب نادي انبي وهجوم من علي ولكن خارج الطاولة. يتقلص الفارق الى 1 نقطة لصالح النادي الاهلي. 7 عبد الرحمن اللي معاه ضربة الارسال. 8 علي غلاب. هجوم من علي غلاب. هجوم من علي غلاب. وتطش الكرة تحف او يعني ترتطم بحافة الطاولة. بيبقى فيها صعوبة للاعب. 8-8 التعادل وضربة ارسال مع علي غلاب. ضربة ارسال قوية يحصد بها النقطة 9 لي. وهجوم من عبد الرحمن. هجوم بضربة لولبية خلفية قوية يحصد بها النقطة 9 لي ويحقق التعادل 9-9. وضربة ارسال مع عبد الرحمن اشرف. كرة قصيرة يضعها علي غلاب في الشبكة ويتقدم للمرة الأولى عبد الرحمن أشرف 10-9 ومعاه الميزة النسبية ضربة الإرسال. ويحقق عبد الرحمن أشرف الشوط الأول 11-9 ويحقق التعادل في الأشواط في المباراة الرابعة 1-1. الدورة المجمعة كانت الفترة من 16 ل 19 أبريل بمشاركة النادي الأهلي ونادي إنبي ونادي المعادي والزمالك وسبورتينج وطلائع الجيش وكفر الشيخ وآل عبد منهور. استطاع النادي الاهلي ان يفوز بترتيب الاندية اللي انا قلتها 4-2 على انبي و 4-2 على المعادي. فاز 4-2 على المعادي و 4-2 على الزمالك و 4-0 على سبورتينج و 4-0 على طلائع الجيش و 4-0 على كفر الشيخ و 4-0 على عبد منهور اللي انسحب من هذه الدورة المجمعة لعدم تمكن اللاعبين بعد العودة من مشاركتهم في غانا في بطولة افريقيا للناشئين نظرا لارتباطهم بالامتحانات. نادي انبي خسر من المعادي 3-4 وخسر من الزمالك 3-4 وفاز على سبورتنج 4-3 وفاز على طلائع الجيش 4-2 وفاز على طلائع الجيش 4-2 وعلى كفر الشيخ 4-1. وهذا هو اللقاء الختامي أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان بين النادي الأهلي ونادي إنبي والتعادل 1-1 في الشوط الثالث من المباراة الثالثة للقاء النادي الأهلي ونادي إنبي في ختام الدوري الممتاز المصري في تنس الطاولة لعموم الرجال المقام بالصالة المغطاة لنادي مدينة نصر بالقاهرة. ضربات متبادلة يحصد بها اللاعب علي غلاب النقطة الثانية ويحقق التعادل 2-2 وتغيير في ضربة الإرسال مع اللاعب عبد الرحمن أشرف لاعب نادي إنبي. هجوم من علي غلاب ورد من عبد الرحمن. هجوم من عبد الرحمن ولكن خارج الطاولة. 3 علي غلاب 2 عبد الرحمن. عبد الرحمن 2 علي غلاب 3. هجوم من عبد الرحمن ضربات لولبية قوية ولكن في الشبكة. 4-2 علي غلاب ومعاه ضربة الإرسال. شبكة تعاد.
كرة قصيرة ورا الشبكة. علي غلاب يطول ايده ويحاول ان هو يعمل هجوم من داخل الطاولة، ولكن الكرة تطلع خارج الملعب. 4-4، التعادل وتغيير لضربة الارسال. اللاعب عبد الرحمن اشرف لاعب هادي. علي غلاب بيهاجم بضربات لولبية امامية وخلفية يحصد بها النقطة الخامسة ليه ويتقدم 5-4. أربعة خمسة، هجوم من علي ولكن ضربة إرسال قوية يحصد بها اللاعب عبد الرحمن أشرف النقطة الخامسة ليه، وتصبح النتيجة التعادل 5-5. ضربات متبادلة هجومية يحصد بها اللاعب علي غلاب النقطة الستة ليه، ومعاه ضربة الإرسال، ويطلب الجهاز الفني لنادي إنبي الكابتن أيمن زكريا رئيس الجهاز وقت مستقطع تايم أوت ليوقف نزيف النقاط ويعطي التعليمات والنصائح والإرشادات للاعب بتاعه اللي هو عبد الرحمن أشرف. أيضا علي غلاب له الحق في تلقي التوجيهات والتعليمات والنصائح والإرشادات من الجهاز الفني. الوقت المستقطع لمدة دقيقة واحدة. اللاعب علي غلاب وعودة إلى الطاولة، ولكن لازم الدقيقة يستفيد بيها عبد الرحمن كاملة متكاملة، ولكن اللاعب طالب الوقت المستقطع يستطيع ان ينهي الوقت المستقطع في حال راغب في ذلك. حكم اللقاء الحكم الدولي عصام صالح ينهي او يطلب انهاء الوقت المستقطع الدقيقة وعودة الى المباراة الشوط والمباراة والنقاط. 7-5 لصالح اللاعب علي غلاب، المجموع 12، الاستفادة من الحق الأصيل للتنشيف والتقاط الأنفاس. 5 عبد الرحمن، 7 علي، وهجوم من عبد الرحمن يحصد بيه النقطة الستة ليه ويخلص الفارق إلى نقطة واحدة. عبد الرحمن أشرف اللي معاه ضربة الإرسال، هجوم من علي غلاب يحصد بيه النقطة الثامنة ليه. 8-6، هجوم من عبد الرحمن وهجوم أقوى من علي غلاب بضربة لولبية أمامية قوية من أقصى اليمين إلى أقصى يسار اللاعب عبد الرحمن أشرف. هجوم من عبد الرحمن خفيف، ضربات قوية من عبد الرحمن ولكن خارج الطاولة. 10-6 لصالح اللاعب علي غلاب، ولكن ضربة الإرسال مع عبد الرحمن يبقى 6-10. عبد الرحمن يضع كرة ماكرة بيده اليسرى من على يساره إلى أقصى يسار اللاعب علي غلاب، ما يحصلهاش ويحصد بها النقطة السابعة ثم الثامنة ويقلص الفارق إلى نقطتين، وتصبح النتيجة 10 علي 8 عبد الرحمن، وضربة إرسال مع علي غلاب يحصد بها النقطة 11 وينهي الشوط 11-6 علي غلاب، وتصبح النتيجة 2-1 لصالح علي غلاب في المباراة الرابعة من لقاء نادي الأهلي ونادي إنبي. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، في ختام الدورة المجمعة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز وختام مسابقة الدوري الممتاز المصري بالصالة المغطاة لنادي مدينة نصر بالقاهرة بحضور الأستاذ معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، والمهندس خالد الصالحي رئيس الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة، ورئيس الاتحاد السوداني عبد الرحمن السلاوي،
اللي حرص على حضور ختام مسابقة الدوري المصري بدعوة من رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة الأستاذ معتز عاشور. علي غلاب النقطة الأولى في الشوط الرابع، واحد لا شيء. واحد واحد، تعادل وتغيير في ضربة الإرسال. ضربة إرسال مع عبد الرحمن أشرف وهجوم من علي، ولكن فوق الطاولة مش داخل الطاولة، يحصد بها اللاعب عبد الرحمن النقطة الثانية ليه ويتقدم 2-1، ومعاه الميزة النسبية ضربة الإرسال. قوة قصيرة يضعها علي غلاب في الشبكة مع ضربة الإرسال. واحد علي غلاب، ثلاثة عبد الرحمن. هجوم من علي غلاب بضربة لولبية يضعها اللاعب عبد الرحمن خارج الطاولة. الضربة اللولبية بتبقى ضربة فيها دوران، فيها موزة، بتبقى صعبة على اللاعب المنافس إلا إذا كان متمرن عليها وقادر على السيطرة على دوران الكرة بسرعة والتعامل مع هذا الدوران بطريقة فنية تحول دون حصول اللاعب على النقطة. 4-3. هجوم من علي غلاب بضربات لولبية أمامية قوية، ولكن اللاعب عبد الرحمن شافه في أقصى يمين الطاولة فقام عطيله الكورة في الحتة الفاضية في أقصى يسار الطاولة ويحصد بيها النقطة الخامسة ليه. هجوم من علي غلاب بضربة لولبية أمامية قوية مستقيمة من أقصى يمين الطاولة بإيده الشمال إلى أقصى يسار الطاولة من اللاعب عبد الرحمن أشرف، يحقق بها النقطة الرابعة ليه ويخلص الفارق إلى نقطة واحدة. وهجوم من علي غلاب بضربة لولبية أمامية قوية يحصد بها النقطة الخامسة ليه والتعادل 5-5، وتغيير ضربة الإرسال مع عبد الرحمن أشرف اللي بيحاول ويجتهد. الاثنين طوال، الاثنين طوال مالكين الملعب، ولكن نقطة إلى الأطول علي أشرف. ضربات متبادلة يحصد بها اللاعب علي أشرف غلاب النقطة السابعة ليه والتقدم بفارق نقطتين 7 علي أشرف غلاب لاعب النادي الأهلي، 5 عبد الرحمن أشرف لاعب نادي إنبي. هجوم من علي أشرف غلاب بضربة لولبية أمامية قوية في منتصف الطاولة يحصد بها النقطة الثامنة ليه ويتسع الفارق إلى 3 نقاط وميزة نسبية بضربة الإرسال لعلي غلاب. شبكة تعاد، هجوم من علي وعبد الرحمن يضعها خارج الطاولة. قلت لكم اللعبة اللي بتبقى فيها دوران بتبقى صعبة جدا اهي، ولكن المرة دي في الشبكة. الفارق 3 نقاط، النتيجة 6-9. ضربة الإرسال مع عبد الرحمن أشرف لاعب نادي إنبي، وهجوم من علي غلاب بضربة لولبية أمامية قوية يضعها اللاعب عبد الرحمن أشرف بكل سهولة في الركن البعيد المنطقة الفاضية ويحصد بها النقطة السابعة ليه ويخلص الفارق إلى نقطتين 9-7. وهجوم من عبد الرحمن ولكن فوق الطاولة وفوق الملعب وخارج الملعب وخارج الطاولة، الكرة بتخبط في سن المضرب وتغير من اتجاهها. قلنا تنس الطاولة محتاجة إلى السرعة، الدقة، المرونة، الرشاقة، القوة، التركيز، التدريب الدائم والمستمر. ضربات قصيرة يضعها علي غلاب في الشبكة تصبح النتيجة 10 علي غلاب، 8 عبد الرحمن. إذا استطاع علي غلاب الحصول على هذا الشوط ينهي الشوط والمباراة لصالحه واللقاء أيضا. علي
علي غلاب، علي غلاب هجوم، علي غلاب هجوم ولكن في الشبكه. 10 9 وقت مستقطع يطلبه الكابتن ايمن زكريا رئيس الجهاز الفني لنادي انبي اللي طبعا غير راضي عن اداء فريقه اليوم، ولكن غصب عنه في اصابات. كابتن احمد نديم مصاب، كابتن احمد علي صالح مصاب، تسعة عشرة. وينتهي الشوط بالنقطة 11 لصالح اللاعب علي غلاب، وتنتهي المباراة 3-1 لصالح اللاعب علي غلاب، وينتهي اللقاء أعزائي مشاهدي النادي الأهلي 4-0 لصالح النادي الأهلي. ألف مبروك حصول فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي على درع الدوري الممتاز، وبنستعد لمراسم التتويج. أو الدوري الممتاز المصري في تنس الطاولة لعموم الرجال. ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك للجهاز الفني، ألف مبروك للاعبين، ألف مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي والمذيع الداخلي. يطلب الاستعداد لكلا الفريقين لمراسم التتويج اللي بيحضرها النهارده الاستاذ معتز عاشور رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري لتنس الطاوله وزملائه اعضاء مجلس الاداره، والمهندس خالد الصالحي رئيس الاتحاد الافريقي لتنس الطاوله، والاستاذ عبد الرحمن السلاوي رئيس الاتحاد السوداني وعضو مجلس اداره الاتحاد الدولي. ألف مبروك للنادي الأهلي، اللاعبين، الجهاز الفني.